مباراة المريخ والزمالك دي ممكن تكون المباراة اللي تكون فاصلة في موسم الزمالك. النهارده الزمالك اتشاط عليه 20 كورة، سبعة ما بين الثلاث خشبات، الزمالك نفسه سدد 13 تسديدة، سدد منهم 8 على المرمى، 20 كورة مع 29 كرة عرضية من فريق سموحة. أعتقد ده رقم كبير قوي على فريق زي الزمالك، خاصة إنك فريق متفوق بثلاثية في الشوط الأول. أعتقد ده رقم كبير جدا جدا، وبيدل أو ليه مدلول دفاعي او ليه مدلول ان في خلل دفاعي في نادي الزمالك، والوصول لمرمى الزمالك مش صعب. مباريات زي بطولات افريقيا يا عمر انت عارف ان ده مباراه بتبقى فرصه طبعًا. يعني فرصه واحده ممكن تغير شكلك او نتيجتك، وليفل طبعا اعلى من كده بكتير. هل انت بقى برؤيتك النهارده وانت بتتفرج على فريق الزمالك شايف ان فعلا الزمالك عنده مشاكل دفاعيه، ولا شايف ان الزمالك بدا يعني الى حد ما يتدارك؟ لا لا لا، عنده مشاكل دفاعيه طبعا. جزء رئيسي في تحقيق بطوله الدوري الموسم الماضي لنادي الزمالك هي الصلابه الدفاعيه. المنظومه كلها كانت بتخدم بعض، من الثنائيه قلب وسط الملعب للثلاثي الدفاعي بالاثنين وينج باكس. سيد عبد الله لما كان بيعمل الادوار الدفاعيه بشكل جيد جدا، وفتوح واحد من افضل لاعبي الدوري المصري عموما في مركزه، سواء في الظهير الايسر او في الظهير الايسر المتقدم اللي هو الوينج باك. فتوح لا غنى عنه عموما في وجهه نظري يعني. فاجمالا كل ده لما ما هو ده اللي انا قصدي عليه، فريرا كان وصل لتوليفه، هي دي الفكره، هو ده اللي عمل الخلطه اللي الزمالك جاب بيها الدوري. الخلطه دي عباره عن ايه؟ ال 3 4 3 اللعيبه شربتها. خد بالك لما هو غير ل 3 4 3 ليه؟ برحيل طارق حامد عموما يعني في نص الموسم. الاساس الزمالك كان اسهل فريق بيتضرب في ظهر الدفاع، من على خط واحد ماتش فيوتشر وماتش امبي وماتش طالع الجيش وعد كم الماتشات اللي الزمالك كان اسهل فريق عنده مشاكل كوارث دفاعيه في الخط الخلفي على طول في الاربعه. لما عملت الثلاثه انت كنت بتعمل ايه؟ بتستعيد اولا، بتدخل العناصر الجديده زي حسام عبد المجيد، محتاجه ثقه عشان تلعب جنب لعيب زي الونش بخبرته، بيعرف يليد او يعرف يقود دفاع خط دفاع ثلاثي، بيوجه حسام عبد المجيد شمال ويوجه حمزه المسلوسي يمين. عرفت يبقى عندك متنفس جيد جدا بسرعات الاثنين، بالاثنين الوينج باك زي ما قلت لك بيعرفوا يرجعوا كمان بسرعه قلب الدفاع. عملت توازن كبير جدا، بقى الزمالك بقى بالعكس بقى صلب دفاعيا، وانت الاساس بتاعك زي ما اتفقنا بتلعب على الكرات الطوليه. فكنت معتمد الاعتماد الكلي على فوقان زيزو، على تحركات سيف الجزيري، وعلى الزياده الهجوميه لامام عاشور. ليجي للمباراه النهارده، مباراه جيم مفتوح، خلي بالك هرجع تاني. الشوط الاولاني رغم اجاده الزمالك جدا، ولكن سموحه راح كتير جدا وضيع. صحيح. وسيناريو المباراه اختلف، ان انت سجلت هدف في الثاني فقتلت المباراه وجبت الثالث. الشوط الثاني تصيدوا سموحه من الف للياء، بالعكس انت كنت ممكن تعمل بقى الجيم الدفاعي اللي انت عايز تلعبه لو هتلعب المريخ قصاد في ملعب ليبيا تحديدا هناك، فمباراه خارج ارضك ومباراه افريقيه كبيره. المريخ واحد من الفرق الصعبه جدا عموما، وهيبقى متعود على اجواء الملعب اللي هو يلعب عليه، وانت مش متعود قوي على الاجواء دي لسه لغايه دلوقتي. فلما هتلعب الجيم ده محتاج تشوف الصلابه الدفاعيه بتاعتك وانت كسبان او انت معاك الافضليه. عشان كده برضو تاني هرجع لفكره التغييرات، ودايما خلي بالك اداره الموسم هي واحده من نقاط القوه لاي مدير فني. صحيح. ما هو انت مش جاي تدرب مباراه وبعد كده تحققت فوز فيها خلاص اخش على المباراه اللي بعدها، لا انت بقيت اللعيبه بشر فهو بياخد التعليمات بناء على كل مباراه، علشان انت بتلعب على مدار موسم عايز توفق ما بين مباريات الدوري ومباريات افريقيا، ومش مجرد بتلعب المباريات دي، انت بتلعب للفوز، انت بتلعب عشان تنافس. اذا اللعيبه لازم تشرب الشكل ده، النهج ده لازم يشربه. لا فانا بشوف المشاكل الدفاعيه كبيره جدا، يعني فكره السيف جعفر مع دونجا مع سيد عبد الله وفتوح هتعمل لك توازن شويه، بس انت لغايه دلوقتي ما بقاش عندك بديل واحد. لو شلت اي واحد من العناصر دي تقول ان لسه الزمالك هيبقى معاه زمام مبادره، او مش هيبقى لسه في يعني افضليه للخصم عليك في الخط الدفاعي. كمان غياب الونش مؤثر طبعًا جدا طبعًا جدا جدا، لان عبد الغني عنده مشاكل كتيره جدا في الخط الخلفي في النص، اللي هو اللعيب اللي في النص على شماله حسام عبد المجيد، على يمينه محمد طارق. ثلاثي الخبره بتاعته قليله جدا جدا، وانت محتاج في الثلاثه تحديدا واحد يبقى ليدر، واحد يبقى قائد، واحد يوزع اللعب بشكل جيد جدا. وحتى الان ده مش